الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الحمد لله المنعم المحسن التيار ذي الفضل والجود والاحسان ذي الكرم والمغفره والامتنان الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل حين شاع الكفر في البلدان صلى الله عليه وعلى اله واصحابه بالغ القران وتعاقب الالوان الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه عوائد الإحسان ورجاء غير الدرجات والعفو والغفران الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا وقال عليه الصلاة والسلام إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم ملائكة فقال يا ملائكة ما جزاء أجيري وفى عمله قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره قال ملائكة عبيدي وإبائي قصوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعدون من الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لو جيبت لهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات قال فيرجعون مغفورا لهم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد قال عليه الصلاه والسلام من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر وقال عليه الصلاه والسلام يكفر بين اصحاب الخطبه يكفر تكبيرا في خطبه العيدين الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقصاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمدة أسد الله وأسد رسوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم
مغفرة للعباس وهو الذي مغفرة قادرة وباسرة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم عرسا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أنقذهم فبموتي أنقذهم، وخير أمتي قلبي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا لي أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. جزاكم الله خيرا. پوری طرف سے آس پاس کو یہ بہترین کی بات ہے.